هذا الشاب يقوم بتوزيع منشورات على أبواب البيوت منذ أن يستيقظ في الصباح إلى آخر النهار، ويعود فيما بعد ليتحقق من وجودها. فإذا كان المنشور لا يزال على الباب، هذا يعني أن أصحاب البيت غير موجودين، فيقوم بفتح الباب كسارق محترف. لكنه لا يدخل البيوت من أجل السرقة، فهو ليس سارقا محترفا، يدخل هذه البيوت ليمكث فيها لمدة صغيرة فقط. والغريب في الأمر أنه يتعامل مع البيت كأنه صاحبه، ولا يعتبر نفسه غريبا. يضع فرشة أسنانه في الحمام، الأشياء التي يقوم بكسرها يقوم بتصليحها، ينظف الأغراض التي يقوم باستخدامها، وأكثر من هذا يقوم بأخذ صورة مع أصحاب البيت كأنه واحد من أفراد العائلة. قرر فيما بعد تغيير السكن، وأثناء طريقه وجد أن المنشور لا يزال على باب هذا البيت الكبير. تمكن من الدخول وتعامل مع المنزل كأنه ملكه مثل كل مرة، كما أخذ صورة مع صاحب البيت، قام بغسل الأغراض التي كانت بحاجة للغسيل، وصلح الأدوات التي كان بها عطل، وبعدها اكتشف وجود لعبة جولف في باحة البيت. وبما أنه لا يعتبر نفسه شخصا غريبا، أخذ العصا وبدأ يلعب. لكن ما لم يخطر على باله هو أن صاحبة البيت موجودة وتراقبه بصمت. وأثناء خلوده للنوم فتحت باب الغرفة التي ينام بها، اندهش عند رؤيتها وقام بارتداء ملابسه للخروج، لكنه سمع صوت زوجها وهي تحدثه على الهاتف. عندها أدرك أن أثر الضرب على وجهها البريء هو بسبب زوجها، وكما هو واضح ليست سعيدة في حياتها الزوجية على الإطلاق. قرر تلك الليلة النوم في الشارع، وبعد شربه للخمر خطر على باله فكرة العودة إلى بيت السيدة مرة أخرى. وفور دخوله للمنزل وجدها تبكي في الحمام، أحضر لها ملابسها من الخزانة وتركها لها لتلبسها. لكن خلال هذا عاد زوجها إلى المنزل ووجد الدراجة النارية في الخارج، وبعد دخوله إلى بيته تشاجر مع زوجته وقام بضربها. بعد رؤية الشاب للمعاملة السيئة التي تعرضت لها هذه السيدة، قرر أن يلفت انتباه زوجها بتواجده معهم في البيت. توجه إلى باحة البيت وبدأ يلعب الجولف إلى أن لاحظه الزوج، وبعدها قام بتسديد الكرة في اتجاهه بقوة ليشعر بمدى الألم الذي تسبب فيه لتلك الفتاة المسكينة. أخذ الفتاة وركب الدراجة وذهب للبحث على بيت لا يزال المنشور على بابه. أصبحا يعيشان معا، هو يطبخ وهي تقوم بأعمال التنظيف، وكانوا متفاهمين جدا رغم عدم التحدث إلى بعضهما، كما أصبحت تأخذ معه صورة مع أصحاب البيت أيضا. وبعدها انتقلوا إلى بيت آخر يملكه ملاكم، وقاموا بنفس ما يقومون به في كل مرة، شربا قنينة خمر وذهبا للنوم سويا. دخل صاحب البيت إلى الغرفة ووجدهما نائمين، أخذ قفازاته وسدد للشاب لكمة قوية للغاية، وبعد تهدئته سألهما إذا كان قد سرق شيئا من منزله. بعدها ذهب إلى شقة في عمارة كبيرة، وعندما دخل وجد جثة رجل عجوز على الأرض وكلبه إلى جانبه. لم يرغبوا في تركه على ذلك الحال، لذا قرروا تكفينه ودفنه. وبعد مدة عاد ابن العجوز إلى البيت ووجدهما، وطبعا أول ما قام به هو الاتصال بالشرطة. الاستجواب لم يكن سهلا معهما، وبعد تفتيش أغراضهما وجدوا الكاميرا، والتي من خلالها عرفت الشرطة عدد البيوت التي قام الشاب بدخولها. سألوهما إذا كان هو من قتل الرجل العجوز، لكنه لم يجب، ورغم الضرب الذي تعرض له قرر أن يلتزم الصمت. لكن بعد رؤية الفتاة للضرب الذي كان يتعرض له، أخبرت الشرطة بكل شيء. وبعد إخراجهم للرجل العجوز من المكان الذي تم دفنه فيه، اكتشفوا أنه مات بسكتة قلبية. سقطت عنه تهمة القاتل، لكنه تم الحكم عليه بسبب البيوت التي قام باقتحامها، فتم إعادة الفتاة إلى زوجها وتم حبس الشاب. لكن زوجها قام برشوة الضابط وطلب منه أن يتركه في فناء مع وجود الأصفاد في يده. أحضر الزوج أدوات الجولف وبدأ في الانتقام من الشاب بنفس الطريقة التي تعرض لها. تسبب بعدها في شجار مع زملائه في السجن،
وتم نقله إلى غرفة انفرادية. استغل وحدته هاته في التدريب على المشي دون إصدار صوت، وكان يختبر مدى تطوره في ذلك على حراس السجن. وطبعاً يقوم هذا الأخير بضربه لتأديبه وعدم تكرار الأمر. لكن في اليوم الثاني عاد العسكري وبدأ يناديه دون أن يتلقى رداً منه. وبعد دخوله إلى الزنزانة وجده متشبتاً في الحائط فوق الباب مباشرة، ورغم الضرب المبرح الذي تعرض له الشاب استمر في التدريب. وفي اليوم التالي لم يستجب لنداء الحارس أيضاً، وبعد دخول الحارس إلى الزنزانة لم يجد سوى ملابسه على الأرض، لكنه شعر بشخص ما يقف خلف ظهره، فانتظر إلى أن ظهر خيال الشاب في الأرض وأوسعه ضرباً كالعادة. بدأ بعدها في التدريب على حركة الشمس وظله، وعندما عاد الحارس للمعاينة اليومية لم يتمكن من العثور عليه، إلى أن ضربه الشاب وأوقعه ضرباً. حاول الحارس الوقوف على قدميه مسرعاً لإنقاذ نفسه. بعد هروبه من السجن قام بالانتقام من الضابط بنفس الطريقة التي اشتهر بها، ثم ذهب للبحث عن حبيبته للعيش معها. علم الزوج بخبر هروبه من السجن فظل مستعدا لقدومه، ورغم شعوره بوجوده لم يتمكن من كشفه، لكن الفتاة لمحت خياله على باب الغرفة وعرفت أنه في البيت معهم. عادت الابتسامة على وجهها بعد عودته وتمكنه من العيش معها دون أن يعلم أحد غيرهما بذلك. ورغم أنه تدرب جيدا على إخفاء نفسه ولم يتمكن الزوج من كشفه بتاتا، كانت الفتاة تتمكن من كشف مكانه. الفيلم اسمه إيرون 3، وقد صدر سنة 2004 للمخرج الكوري كيم كي دوك.